قصص الغرام بيعيشوها الصغار الكبار المجوزين المطلقين الأرامل، كل الناس بتعيش قصص الغرام، بس قديشها بتكون أحلى وقتها بتكون بالسينما وبتنعمل منها أفلام كتير حلوة. وأي متى؟ بعيد الميلاد. رح نشوف نحن وياكم مع المذيعة الفظيعة حبيبة قلبي مع غيدة بفقرة سينما أجمل الأفلام السينمائية يلي صارت بعيد الميلاد. صباح الخير مرة ثانية عن جديد. حلقة سينما لليوم مثل ما قلت رما هي عن أبرز الأفلام اللي انعملت بكريسماس. كثير كتار هن الأفلام اللي انعملوا لهالفترة، لأنه فترة الميلاد فترة رائعة وجميلة، وأكثر أوقات هيك بتكون تجمع العيلة، بصير فيها قصص الغرام قصص الحب، يعني أمور كثيرة بتصير بخلال هالفترة. لها سبب يعني كان عندي صعوبة كثير أحصر لكم الخيار، إنها معك أنت صعبة كثير لأنه أنت كل الأفلام غيدة بتعيشها يعني بالطول وبالعرض، وما بتعود تعرف وين بدها تبلش. أنا شفت اللي كتبته في شي 8 أفلام رح نحكي عنهم اليوم، فظيعة اختصرتهم. شفت لي أنت مذيعة فظيعة، اختصرتهم قد ما فيها، لأنه إذا فيكم تعطوها 6 ساعات اليوم أنا رح كون تلميذتك، رح ساعدك، رح أتسمع عليك، وإذا رح أقدر رح أقول شيء عن شي فيلم. تفضل. رح أبدأ بفيلم أنا كتير بحبه انعمل بال2003 واللي هو فيلم لوف اكشلي. بعد ما كثير ترددوا بكيف بدهم يسموه او شو بدهم يسموه، ريتشارد كيرتس الكاتب والمخرج المبدع البريطاني، هو ولد بنيوزيلندا. ريتشارد كيرتس اللي مؤخرا كان عنده فيلم انا وياك حبيناه كثير هو اباوت تايم، ودائما عنده هيك هيدي الروح الحب والسحر موجوده دائما بافلامه، يعني بريدجيت جونز دايري عمل كثير افلام منها فور ويدنجز اند فيونرال، حتى مستر بين الكوميدي المعروف فظيع كمان له دور باعماله. هالفيلم بيجمع عدد كثير كبير من النجوم خاصة ببريطانيا، واللي على رأسهم بهالفين بيل ناي، كمان أما تومسون، هيو جرانت، كيرا نايتلي وغيرهم وغيرهم الكثير، يعني كمان فيرث. في كولين فيرت اللي أنا كثير بحبه وأنا كمان سوري مش حتخينا. إيه ما هيك بقى، هالفيلم بيجمع 8 قصص حب، كل وحدة مختلفة عن الثانية، قصص للصغار وللكبار، لأشخاص بينغرموا، أشخاص بيطلعوا من الغرام، وأشخاص بيعيشوا هيك إذا فينا نقول بخضم صراعات كثيرة بتمر أوقات بحياتهم بخلال زواجهم بخلال علاقاتهم، هل هالشيء صحيح هل هالشيء مش صحيح، حتى علاقات الاخوه بتمرق ضمن قصص الحب. وهذا الشيء اللي بيتمتع فيه فيلم لوف اكشلي. نشوف مشاهد من لوف اكشلي للمخرج ريتشارد كيرتس 2003، لازم تشوفوه. Singers. Well, give him a quid and tell him to bugger off. فإذا هون بنشوف الحب بكل أشكاله، هون العلاقة الممنوعة إذا فينا نقول بينه وبين حبيبة أو زوجة صاحبه، إنما ما قدر ما يعبر لها خاصة على فترة الميلاد. أصلا عبر لها على بطريقة كتير حلوة لأنه على الورق قدر يحكي أكثر من ما إنه يواجهها، وجوزها موجود جوا. مزبوط اذا بتذكر. مزبوط مزبوط. كمان بدي اقول انه كريس مارشل اللي بيلعب دور كوميدي وبيروح من بريطانيا على امريكا وقت اللي صور 21 تيك لحتى بفوت هيك على 3 بنات امريكان وقتهم شلحوا ثيابه، قال لهم هذا البيتشاك تبع هذا النهار ما بدي اياه، رجعوا رجع لهم اياه، قال لهم هذا ما بدي اياه، هالقد استمتعت بالتصوير انه ما بدي اياه، هذا انا مستغني عنه واعطيكم اياه. والمشاهد تبع المطار اللي هن الاستقبال والوداع تصوروا فعلا بالمطار
مطار هيثرو، ريتشارد كيرتس اخذ اذن وقتها، وكل الاشخاص اللي كانوا عم يمرقوا يعبطوا بعضهم يبوسوا بعضهم، لانه بالبدايه وبالختام في مجموعات كثير كبيره بتشوفيهم موجودين بيصير مثل بيكسلز صغار على الكاميرا، وهدول تصوروا فعليا بالمطار لتشوفي الحب كمان قديش بيكون وقتها بيتركوا بعض وقتها بيتلاقوا اكيد طبعا، والمطار دائما بيجمع كثير هيك علاقات حب احلى يعني. مطرح اذا ياخذ فيه لقطات ايه بقى رح نتابع كمان مع الافلام الثانيه فيلم ذا هوليداي 2006 للممثله كاميرون دياز، لكيت وينسلت، لجاك بلاك ولا جود لو. لا لاحظوا جود لو وتكت رقبتها لانه وقتها بتحكي عن جود لو لازم كلنا نزيح عنه كثير، خاصه بهيدا الفيلم يعني مش انه حلو، مزعج جماله بهيدا خاصه لما يكون حاطط عوينات وقاعد مع بناته اثنين صغار. هلا الفيلم كمان اللي بتلعب دور كيت وينسلت اخته لجود لو بالفيلم وبتحمل اسم ايريس بالفيلم، بنته كمان الحقيقيه لجود لو اسمها ايريس كمان. رح نشوف مشاهد من ذا هوليداي اللي كل وحده منهم بتهرب من مدينتها لحتى تعيش بمنطقه ما فيها رجال، وبالمقابل بتلتقي بحب حياتها وهن اثنين ما بيعرفوا بعض، بتروح على لندن وكاميرون دياز بتروح على كيت وينسلت اصلا من لندن بتجي على امريكا، وكاميرون دياز العكس بنقلوا بيوتهم، وهون بتعرفوا كل واحد منهم على رجل حياتهم. الكاتب والمخرج بالتحديد اختار هالاربع شخصيات لحتى هن يلعبوا الادوار الحقيقيه بهيدا الفيلم ذا هوليداي 2006. بعد ما شفتوه جيبوه على دي في دي وخلصنا. We might as well be honest with each other. Just tell me, did you sleep with her? Okay, I slept with her. You happy? Did you say, am I happy? Oh God, here he comes. Iris and Amanda are in exactly the same place. Where do I want to go by myself, depressed at Christmas? Just 6,000 miles apart. Home exchange. We switch houses, cars, everything. I need you to answer this. Are there any men in your town? Perfect. Can you hold on for a sec? Sorry, that was Amanda. Find out how she is. Can you tell him I'm good? فاذا هون عم نشوف بس يصير كثير مفاجاه يعني لما بتتعرف عليه، وكل وحده منهم مثل ما قلنا هربانه من رجل انها ما بترجع تلتقى ما فيها وين بدهم يهربوا يعني وين ما راحوا الا ما يكون حدا مكتب له شيء بالحياه. مزبوط مزبوط. وهون كمان بدي اقول في كثير افلام بعدها براسي يعني في ذا سانتا كلوز، في الف، وفي غيرها وغيرها من الافلام الكلاسيكيات هوليوود اللي انعملت بكريسماس، كمان اتس وندرفل لايف مش رح لحق مرقه، كمان انعمل بال 47 تريدنج بليسز كمان من الافلام اللي كثير كثير حلوه كتير. مش معقول وكثير له معنى للعيد بجنن كثير حلو لانه كل واحد بيعيش حياه الفقير بيعيش محل الغني والغني محل الفقير. صحيح. وهون الصعوبات اللي بنشوفها وقديش الميلاد بفرجي حب العطاء وحب المشاركة فعلا، وكيف الشخص ممكن يقدر يحس مع خيو الإنسان طبعا. رح نتابع مع فيلم كلنا حبيناه صغار وكبار واللي هو هوم ألون. أكيد كتير حلو كتير حلو هوم ألون، ماكولي كولكن اللي سطع نجمه ونط دغري للنجومية بعمر كتير صغير، ومن بعدها للأسف يعني بعد ما هالقد أخذ نجومية كبيرة يعني عمل هوم ألون بالتسعين، هوم ألون 2 بال92، من بعدها الثلاثة والأربعة ما كفاهم، هو غاب فترة طويلة لأنه هو وقع بعالم الدراغز وكانت حياته كتير بشعة لسوء الحظ. كل هالعالم هيدا عالم الفن اوقات بجرهم لهالمطرح اللي كثير بشع وما في عوده منه. ما عدنا رجعنا شفناه. صحيح. ما عدنا شفناه ابدا. غاب كثير ماكولي كولكن، وهيدا الشيء يعني دائما التشايلد او الستارز بيكونوا از تشيلدرن يعني بيكونوا تشيلدرن قصدي هن وصغار للاسف كثير بينجرفوا يعني. درو باريمور بلشت بي اي تي غابت فتره طويله ورجعت بعدين قلعت بعمرها بكبير، بقى ما بنعرف كمان ماكولي كولكن اذا بيرجع بيخوض التجربه. هوم ألون مع جو باشي اللي بيعيش تجربه لحاله بفكر حاله مبسوط كثير لما بتنساه عائلته وبتسافر على باريس بفرصه، انما بيرجع بيلاقي انه لا هو مسؤوليته كثير كبيره ليتحمل مسؤوليه بيته ويحميه من السارقين ومنهم جو باشي اللي فضل يعزل حاله بكل الفيلم عنه لحتى يضل محسسه انه هو شخص شرير. هوم ألون اول جزء اخترت لكم اليوم بال90. When the McAllister family left on their Christmas vacation... Did we miss the flight? No, you just made it. Yeah! They forgot one small thing. Have yourself... I have a terrible feeling. Did you lock up? Let yeah. yourself be light. Do we set the timers on the lights? Mm-hmm. What else could we be forgetting? Our troubles will be ours. Kevin!
home alone. Police in the northern suburbs are on the lookout for a pair of burglars who are calling themselves the Wet Bandits. مش معقول هيدا المشهد. كثير حلو. على كل في مقطع كثير مهم يا ريت ترجع تذكرينا في حدا بيعض حدا مضبوط جو بيشي بيعضه باصبعه وقتها لماكولي كولكن اللي بيكون اسمه كيفن بالفيلم وعضه فعليا عور له اصبعه مضبوط عملك لانه كثير عاش الحاله للاخر حتى يضل يحسسهم انه ما تفكروا انه المسؤوليه سهله انما اكيد في كثير مسؤوليه بتوقع على عاتقكم لما بتكونوا لحالكم انما قدر يتخطاها ماكولي كولكن بسهوله بعد ما جهز البيت كله لحتى يصير مضاد للسرقة راح نتابع مباشرة مع فيلم آخر هو فيلم أكشن بامتياز ثريلر فيلم رائع ومن بعد ما كان نجم تلفزيوني بامتياز بروس ويلس كان يلعب دور بفيلم أو بمسلسل تلفزيوني مونلايتينج كان يصور مونلايتينج ويروح من بعد ما تم اختيار خمس ممثلين قبله ومن أهم ممثلين هوليوود يعني فعلا سيلفستر ستالون أرنولد شوارزنيجر ريتشارد جير بيرت رينولدز وايضا في نجم كثير مهم وهو مال جيبسون مزبوط صحيح وصل الاختيار الى بروس ويلس وشوفوا شو عمل بحياته لبروس ويلس من بعد ما عمل اول جزء ب 88 داي هارد لحقوه اربع اجزاء ثانيين يعني عمل داي هارد 5 مؤخرا كمان لكل الاشخاص اللي بيحبوا هالسلسله ونحن على راسه وهالفين كمان قصه غرام صحيح يعني بس اذا كل واحد بده يكسر الدنيا ويحرق الدنيا كرمال ليقلها انه يحمي عائلته بتعرفي انت دائما الامريكان عندهم العائله هي اساس بكل شيء بالموفيز فهون اتس تيبيكال اكزامبل بداي هارد فينا نشوف بروس ويليس يا ريت يا ريت بليز قبل ما يدعوس هو Within this skyscraper high above the city, 12 terrorists have declared war. They're about to be taught a lesson in the real use of power. They're as brilliant because I am interested in the $640 million in your vault. As they are ruthless. But I'm telling you, you're just going to have to kill me. Okay. We do it the hard way. Now, the last thing McClane wants. Think, damn it, think. Is to be a hero. Where's Holly? Hey, Tucker! Where? But he doesn't have a choice. What does he think he's doing? John. They have already killed one hostage. This channel is reserved for emergency calls only. Lady, do I sound like I'm wearing a pizza? فإذا مجموعة كبيرة من الممثلين وجدير ذكره اللي هو بروس ويلس اللي بيلعب دور جون ماكلين اللي كلنا حفظنا اسمه هالأوفيسر اللي بيحارب الإرهابيين 12 فظيع وعلى رأسه هانز جروبر وآخر مشهد ما راح أخبرهم بس في مشهد بقلب الفيلم اللي فيه إذا فينا نقول الشتيمة المهمة كثير جدا يبي كاي مثلا ما كفتها نحن كثير بننتبه حكينا ما كفتها غيدة صحيح استعملت بالخمس أجزاء صح. لانه هالقد صارت تريد مارك اعتبرت من اهم اللاينز كمان بالافلام يعني مثل ما استعملوا بجون وذ ذا ويند كمان عندهم كان اللاين اللي كثير مهمه اي دونت جيف ا دام كمان وقت كلارك جيبل كمان اي جيس ذيس از ذا بيجينينج اوف ا بيوتيفل فريندشيب مع كازابلانكا يعني كل فيلم عنده لاين مهمه علقت بتاريخ السينما وصارت تستعمل كل الوقت مزبوط يبي كاي هي من هالجمل يبي كاي بعد ما شفنا بروس ويلس ان شاء الله يعمل له شيء فيلم بعد نحن باستنظار اكيد بعد بيقدر يعمل فيلمين اذا مثل ما بتشوفيه هلا ما في شيء تغير فيه رح ننتقل ل اهم من اهم فلومه الغرام وعلى كريسماس فيلم قديم ميركل اون 34th ستريت انعمل سنه 1947 والاهضم انه غيدا عامله عليه كوموتير فيلم حلو فيلم كثير حلو ايه عن جد غيدة لانه اليوم هالقد هيك من اكثر الافلام كل ما دائما بشتغل على فتره الميلاد وفكر بافلام الميلاد ميريكل اون 34th ستريت اول واحد بيخطر على بالي يعني صحيح هالفيلم اللي كل الناس اللي ما كانوا اوقات يخلوا هيك انه بدهم يضلهم اولادهم عايشينهم بجو سانتا كلوز لانه هو عن جد كثير حلو يضلهم عايشينه ما هو لعمر معين صحيح ما بعدين قديش على ال 20 رح تضلك تامن يعني مثلا نحن هلا بال 24 ونص يعني نحن بال 24 ونص خلص صرنا نعرف انه منه ايه يعني اخذتنا اعوقنا شوي ولهلا وي بيليف ان سانتا كلوز بس انه انا بلاقي الاولاد حرام انه ما تخليهم يعيشوا هالعمر رح يوصل لوقت
رح يوقفوا يصدقوا بقى ما تكسرونا هالحلم بقى. هذا اللي صار. وناتالي وود اللي عملت الدور بعمر 8 سنين كمان وقتها بعدين بنتها قررت انه تشتغل بمجال الفن قالت لها لا لانه هي كانت تشايلد ستار ومثل ما كنا عم نحكي عن ماكولي كولكن بخافوا دائما يوقعوا بهالمشكله مع انه للاسف ناتالي وود بعدين رحلت بعمر كثير صغير انها ما توفت غرقا. ناتالي وود ومورين اوهارا وايضا ادموند جوين بالدور الرئيسي او بدور ثانوي بس هو دور رئيسي لانه هو بيلعب دور سانتا كلوز بميسيز ديبارتمنت ستور اللي تصور فعلا بميسيز ديبارتمنت ستور on 34th Street بنيويورك. هالفيلم ما تروحوا عليكم اللي بعد اللي ما حضرتوه عن جد جيبوه لأولادكم وحضروه انتم معهم لأنه بتستمتعوا فيه. فيلم حلو Miracle on 34th Street. The question of Santa Claus seems to be largely a matter of opinion. Many people firmly believe in him. Others do not. I'm Santa Claus. Oh, you don't believe that, do you? Lost souls, but it's up to us to help you. I'll take care of Susie if you'll take care of her mother. It's a deal. But you'll get me out of this. You'll think of something. It's not going to be easy, Chris. Oh, it will be for you. I intend to prove that Mr. Kringle is Santa Claus. Oh, Christmas isn't just a day. It's a frame of mind. يعني قد ما كان ادموند جوين كمان هالقد كان حقيقي وهالقد كان شخصيته اللي بيلعبها كريس كرينجل وحاز وقتها على جائزه اوسكار عن افضل دور ثانوي وحاز على جوائز عديده وكل الافلام اللي حكيت عنهم اليوم كلهم حازوا على جوائز اوسكار او ترشيحات لجوائز الاوسكار لانه هن من اهم الافلام بتاريخ هوليوود. كانت مقتنعة على تاليوود كمان انه هو سانتا كلوز وكنت قلت لهم هو سانتا كلوز حتى بخلال التصوير لحتى عملوا الراب وخلصوا كل التصوير وشال الكوستيوم قلت له اه مضبوط لكن منه سانتا كلوز. رح نتابع بعد لحظات لما وانا غيدة ومع الشيف فيصل خليكن معنا.